السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صديقي؟ أنا هنا علشان أقول لك ليه تتعلم برمجة؟ وإيه المسار اللي تمشي بيه؟ وليه لازم يبقى مينوتور معاك؟ ليه تتعلم في البرمجة؟ تتعلم برمجة في المطلق، لأن البرمجة حاجة هتخليك قادر تنظم حياتك وتفكر بشكل منطقي، مش مجرد كود تكتبه وخلاص، ده كمان ليه تأثير على حياتك الشخصية، ده غير إنه بيخليك تثق في نفسك وقدراتك. البرمجة مش سهلة ومش صعبة، البرمجة بس محتاجة صبر واجتهاد وسعي منك، تمام؟ الفيديو ده علشان طبعا قابلت ناس كتير تايهة مش عارفة تبدأ ازاي في مجال البرمجة. طبعا أول حاجة أنت لازم تبدأ تتأسس صح، تمام؟ لأن لو بدأت غلط هتأسس غلط، هتقع في مشاكل كتير، ولو كملت هتبقى حافظ مش فاهم، تمام؟ وفي الغالب مش هتكمل، تمام؟ هيجي لك إحباط وشلل وعدم تفكير، فمش هتعرف تكمل، تمام؟ من رأي المضاضع في كل لغات البرمجة متشابهة، تمام؟ يعني أغلب الناس بتأسس ممكن بسي بلس بلس، تمام؟ أو أي لغة برمجة أنت ألاقي ميريتور يشرحها معاك ويأسسك صح في المجال ده. أنا عن نفسي هبدأ كورس برمجة تأسيس، تمام؟ هبدأ بلغة بي اتش بي، وإن شاء الله هيبقى كورس محترم أعلمك فيه كل الخطوات، ونبدأ بشكل بإذن الله صحيح، وهبقى مينيتور معاكم بإذن الله، تمام؟ تاني حاجة، ده كان موضوعنا النهاردة، تمام؟ وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الخطوات وإزاي نبدأ نتعلم برمجة. ده كان أول توبك ليا هنا، وإن شاء الله مش آخر، تابعني بلايك وكومنت، وبإذن الله هتشوف كورس عظيم، وهتابع معاكم خطوة بخطوة.